مرحبا برج السرطان، أهلا فيكم في القراءة العامة. القراءة مثل ما تعرفون تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي كوكب عندكم ثاني موجود في برج السرطان، لكن أنتم اللي لازم تشوفون القراءة وتحددون إذا تنطبق عليكم ولا لا. أوكي، هاي القراءة راح تكون أغلبها عن الحياة العملية وأيضا فيها جانب عن الحياة العاطفية. أوكي، وفي نهاية القراءة راح ننظر إلى المفاجأة اللي راح تكون موجودة. أوكي، برج السرطان أول جانب نشوفه في الحياة العملية هو جانب الأموال. خلينا نشوف. ملكة السيوف، أوكي، الخماسيات. برج السرطان هنا يقول لك بخصوص أموالك، راح تأتيك أموال، هي مو مسألة إن ما راح تأتيك، بما أن عندك ملكة يعني راح يكون عندك خلال هذا الشهر نوع من الدخل الأقل المستقر، ما راح يزيد وايد ولكن راح يكون مستقر، لأن عندنا رقم 6، لأن الدخل اللي تحصل عليه راح في نفس الوقت عشان يتكاثر عشان يزيد مع الوقت لازم تحطه في المكان الصحيح، تستثمر الاستثمار الصحيح اليوم عشان بعد شهر شهرين سنة سنتين يصير عندك المبلغ اللي انت تحلم فيه مثلا. هاي النوع من الطاقة، لان عندنا هنا ملكة السيوف محتاج الحكمة. اوكي، محتاج ان انت تستخدم عقلك، محتاج ان انت تكون وايد حذر في طريقة استخدامك لدخلك خلال الشهر الاشهر القادمة عشان تحقق اهدافك الماليه، لان عندنا هذا الكرت اللي يقول ان الفلوس اللي راح تدخل ايضا لازم تطلع، لازم يصير عندك دوره تكاثر للاموال. اوكي، خلينا نشوف الحين الوظيفه. عندنا كرت برج الاسد، كرت القوه. في وظيفتك محتاج ان انت تظهر الجانب الجاد منك اكثر في الفترة القادمة. اوكي، تظهر الجانب اللي يقدر انه يتحمل ويصبر. انزين، اذا كان عندك اي شكاوي اي مقترحات للتحسين اي شيء حتى حاول انه تسيطر عليها في الفترة القادمة. انا احس ان جو العمل ما راح يكون متقبل افكارك ومقترحاتك في الوقت القادم وحتى لآرائك. إنزين، هذا أنت هني فارس الأرض تقدم مقترح، فحاول إن أنت حتى لو ما كان عجبك وضعك في الوظيفة ولكن تصبر. إنزين، تقاوم رغبتك في الكلام، تقاوم رغبتك في التعبير، مهمة من أجل استقرارك الوظيفي في الفترة القادمة. خلينا نشوف المشاريع. ملكة الأرض، أوكي، لما أشوف هاي الملكة أحس أن حتى لو توفرت عندك المادة، إذا أنت في مشروع أو مقبل على مشروع محتاج تدرس كل الجوانب أكثر مما درستها، محتاج أن نظرتك تكون جدا حيادية وشاملة عن الموضوع قبل ما تدخل في المشروع مثلا لأنك تحبه أو لأن عندك رأس المال، لا، محتاج تجمع معلومات أكثر. إنزين، تجمع معلومات أكثر وفي نفس الوقت تعيد استثمار الدخل اللي يدخل لك المشروع في المشروع نفسه، إعادة الاستثمار، لأن إذا ما طورت من مشروعك ما راح ينمو. هني عندك مرحلة نمو، أنت مو مرحلة أن كل الأموال اللي تأتيك تأخذها وتحطها بجيبك، لا، لازم تخصص مبلغ محترم من أجل إعادة الاستثمار في مشروعك أو توسعته أو تطويره، تطوير تغيير أيضا. خلينا نشوف الدراسة. أربعة الأكواب، أوكي، الخماسي الأول، كأنما راح تأتيك فرصة في المستقبل أن أنت تكمل دراستك أو تدخل يمكن حتى نوع من التحدي المسابقة. إنزين، هنا عندنا أربعة الأكواب، مجال في إبداع أكثر في الدراسة
ولكن انت كأنما هني احسك مشغول بالامور العملية، تقول ما راح اشارك. ممكن تكون مسابقة وطنية او تحدي على مستوى الدولة، وانت هني تقول لا المسابقة ما راح تضيف الى درجاتي، او انا عندي اوريدي انا اعمل بالاضافة الى الدراسة، ما اريد اني اشتت تركيزي. اشوفك هني كأنما راح تختار انك تركز على الدرجات وعلى ايضا العمل، الاموال، الرزق، واي شيء، وان كان في شهادة زيادة، وان كان في مثلا تفوز بجائزة، احسك في الفترة القادمة ما راح تكون متشجع انك تخوض في هاي المغامرات، وراح انت تعتبر ان في استثمار افضل لوقتك وطاقتك. خلينا نشوف الباحثين عن عمل. عجلة الحظ. انزين، اذا امورك متوقفة عزيزي برج السرطان من اجل بخصوص البحث عن عمل في الفترة القادمة، راح شو اقول لك، احسك هني انت حاط عينك على وظائف معينة تتمناها لنفسك. الوظائف هذه لحد الان ما فيها شواغر، مغلق فيها الباب، ولكن قريبا راح يفتح الباب من اجل وظائف مختلفة او شواغر مختلفة. مثلا اذا انت مصر انك تشتغل في المحاسبة، فراح تأتيك فرص عمل، ولكن في مجال مثلا التسويق، شيء مختلف عن مجالك. اوكي، فراح يتغير الحظ وراح ينفتح لك باب، بس مو نفس الباب اللي انت انتظره وتتمناه، باب مختلف. محتاج انك تكون مرن. خلينا نشوف الحياة العاطفية، توافقك مع الشريك. طبعا الجانب العاطفي من القراءة راح يكون عام، مش مخصص للمنفصلين او المرتبطين. اوكي، خلينا نشوف توافقك مع الشريك او الشخص اللي في بالك خلال هذا الشهر. الكوب الاول، وتحت عندنا الغصن الصغير. شريكك في الفترة القادمة، عندنا هنا طاقة الابراج المائية حوت، عندنا هني الأبراج النارية، إنزين، أسد، حمل، وقوس، وهني عندنا حوت، عقرب، سرطان. إنزين، في الفترة القادمة طبعاً اعكس القراءة باللي تحس إنه يناسب وضعك مع الشريك. هني لا، أنا أحسه إن أنت مشاعرك قاعدة تتدفق من أجل شخص جديد، ابتدى ينبض قلبك شغفاً، مو شرط حباً، شغفاً، اهتماماً شخص جديد قادم إلى محيطك، إلى محيط العمل، إلى محيط الدراسة، إلى محيط الأسرة، التقيت في صدفة، ولكن لفت انتباهك هذا الشخص. إنزين، لم أن صار الوضع أو رح يصير اللقاء بينكم في وقت أنت أبدا مش متوقعة. إنزين، أو إذا كان أوريدي عندك شريك أو عندك شخص حاطه في بالك، ففي شخص هني رح يكون منغلق عن الحب، ولكن يبي يفتح باب للتواصل بينك، يبي يتواصل معك، ولكن مو مستعد انه على طول يقفز الى الخطوة الكبيرة اللي فيها حب، او ما خلينا نقول احنا ما يوافقك على مستوى المشاعر. المشاعر هو عنده غصن صغير، الغصن الصغير اللي هو يكون الشغف، الاهتمام. انت عندك الكوب الاول، كوب الحب، كوب الهيام، ففي اختلاف، او هو عنده. اعكس القراءة، اعكس وخذ الجانب اللي يناسبك. انزين، واللي ما عنده شريك يعني العزاب، خليه ينتظرون مواصفات الشخص القادم في طريقك. هاي القراءة راح اسويها بعدين. خلينا نشوف الحين الصحة يا برج السرطان. الفارس الارض، اوكي، عندنا هني سبعة الاكواب. أحس هني أن بعضكم يحاول أن يؤجل موعد كشف في المستشفى، موعد فحوصات، أو حتى موعد عملية. دائما يتعذر أن الوقت مش مناسب لي، دائما يتعذر أن ما له داعي، يمكن أطيب بروحي، يمكن أصير زين بدون ما أحتاج للعملية، بدون ما أحتاج للدكتور. في أحد منكم هني يا برج السرطان ما يحب دخلة المستشفيات، إنزين، وساعات ترى تشوفوا في قانون الجذب، إذا الموضوع ما كان صحيا خطير، يسبب خطر مباشر على صحتك، إن إحنا نشيل اهتمامنا عن العوارض
التعب، الإجهاد، العرق، مشاكل اللي هني تخص النوم. أحس هني مشاكل تخص النوم لما نشيل اهتمامنا ما نركز فيها وايد، نركز في شيء ثاني، نركز في الحياة العملية أو في الحياة بشكل عام. هني نشوف المشكلة مع الوقت تبتدي تخف. ما هي إلا أعراض زين نتيجة التغييرات اللي إحنا قاعدين نمر فيها بالعمل. مثلا العمل قاعد يأثر عليك يا برج السرطان، ياخذ من صحتك، يخليك مثلا ما تنام في الليل. زين خلينا نشوف آخر شيء، الأمور القانونية أو في النظام القضائي. عشرة الأكواب إن شاء الله خلال شهر، لأن هذا رقم 10، خلال شهر 9 رح يأتيك خبر جميل إن قريبا رح يكون في، اللي هو في شهر 10 رح يكون في نطق بالحكم النهائي، نطق رح يرضيك. أوكي رح يكون، ما بقولك إلى صالحك 100%، إلى صالحك على قد ما أنت لك حق، يعني رح تاخذ حقك في هاي الموضوع، رح تاخذ حقك بخصوص احتمال كبير شيء يخص الأسرة، محكمة الأسرة، تاخذ حضانة الأطفال عندك. زين خلينا نشوف الحين عزيزي برج السرطان شنو راح تكون طاقة التحدي أو الاستفزاز لك خلال شهر سبتمبر. ساكرفايس بالضبط، مثل الطاقة اللي حسيتها هني في البداية برج السرطان، ان انت في الفترة القادمة في امور. عندنا هني بعد كارت الاسد، التحدي لك خلال هذا الشهر ان تعرف تشيل اهتمامك من الامور اللي مو عاجبتك، مو مقتنع فيها، في الاسرة، في العمل، في الزواج، وتصب اهتمامك على الشيء اللي عاجبك. لانه احس خلال شهر سبتمبر بالنسبه لكم انتوا يا سرطانيين التغيير ما راح يكون سهل، والتغيير ما راح يكون متعاون معاك. ما في هني طاقه تغيير، في طاقه هذا هو الوضع الحالي، حاول انت ان تتاقلم معاي برج السرطان. اوكي محتاج انك تضحي، وان كان ان اللي تتمناه مو كله راح يصير خلال شهر 9، ولكن انت على الطريق الصحيح تبتدي تجهز نفسك ان اذا اليوم ما قدرت تتكلم، اليوم ما قدرت أعبر، بكرة راح أقدر. مو لازم كل شيء أسويه الحين، مو لازم أقول كل مشاعري الحين، لا، فقط أن أنت تمسك نفسك. هذا هي التحدي الأكبر لك خلال هذا الشهر. خلينا نشوف الطاقة اللي راح تعاونك، الطاقة اللي راح تكون حليفتك خلال هالشهر. هاي الكارت انقلب، ذا وورد لورد بالضبط. اللي ما تقدر تقوله، اللي ما تقدر تسويه هناك في هذيك الطاقه لانها تحدي، اللي ما تقدر تعبر عنه اكتبه. انا عندك لورد او سيد الكلمات، اكتبه، اكتبه عشان ما تنساه بينك وبين نفسك. اول شيء تطلع الطاقه من قلبك، مو صحي ان انت تخلي المشاعر او الرغبه معينه تحبسها وما تنضج فيها. فعلى الأقل تأخذ ورقة وقلم وتدون، تدون الأشياء اللي صارت، الأشياء اللي ضايقتك، الأشياء اللي تبي تغيرها. عقب فترة يا هي بتتغير بروحها، يا هي بتختفي، يا بتيك الفرصة المناسبة. إذا صبرت هني وقاومت الرغبة للكلام، بتيك الفرصة المناسبة إن أنت تتكلم، ولكن يصير كلامك مسموع. ولما أشوف أيضا هذا الشخص دائما أحس إنه قبل ما تتكلم رح تحتاج طاقته، لأن طاقته هي التنظيم. لما احنا نكتب نخطط ونرد نشخبط ونرد نكتب، هني احنا ننظم أفكارنا، ننظم طاقتنا، نقول لا ما راح أقول بهالطريقة، راح أقول بهالطريقة. طاقة إعادة التنظيم راح تكون لصالحك وتعينك خلال هذا الشهر. وخلينا نشوف آخر شيء المفاجأة لك يا برج السرطان. أوكي الامبرس، شيء من جانب الأمومة. أوكي الإمبراطورة، هذا عندنا كارت برج الميزان وأيضا الثور. هدية راح تأتيك من شخص، من شخص ما تتوقعه، أو من شخص
ما توقعت انه راح يذكرك في مناسبة معينة. حمل ايضا، اوكي. خبر من جانب الام، خبر جيد، يمكن امك تتصل فيك وتعطيك اخبار جميلة عن تغييرات جميلة راح تصير في حياتكم، تأثر عليكم كلكم، بس انت مثلا وباقي الاسرة. عزيزي برج الثور، لا سوري.